حاليا في عصر الصورة احنا وفي عصر الفيديو كليب، مجهزين عمل راح يتم تصويره على طريقة الفيديو كليب ولا لا؟ والله تو هذا جاي خطوة جاية ان شاء الله، خطوة حتكون كويسة مع منو؟ مشاركة؟ والله لا، احنا قاعدين نبحثوا على شركة انتاج باش تتبنى الاعمال هذه، لان طبعا فيها مصاريف كبيرة شوية. كبيرة شوية صحيح. تحياتي ليك سيد جلال. أعزائي المشاهدين، أنا هيك وصلت معكم لختام حلقتنا من برنامج إكسترا فن، بس دائما نقول لكم ختامها مسك، وحنخليكم مع الأستاذ جلال التركي راح يسمعنا عمل بالجيتار بعنوان السماء. الأصوات جميل جدا والله. وأستاذ محمد إبراهيم وكاتب كلمات طبعا لحنت وزعت العمل هذا في ليبيا. في ليبيا، وكان في حديث، يعني هو الموضوع قلت لك تو خشينا في موضوع التربوي، انك انت كيف تخاطبي الاب يخاطب بنته، وكيف يعيشها في المناخ داخل البيت، كيف الاحترام بين خاله والعمه والجده، يعني والام والاب، يعني داخل النسيج الليبي او البيت الليبي. ربي يعطيك الصحه. حاليا في عصر الصوره احنا وفي عصر الفيديو كليب، مجهزين عمل راح يتم تصويره على طريقه الفيديو كليب ولا لا؟ والله تو هذا جاي خطوه جايه ان شاء الله، خطوه حتكون كويسه. مع منو؟ مشاركه؟ والله لا، احنا قاعدين نبحثوا على شركه انتاج باش تتبنى الاعمال هذه، لان طبعا فيها مصاريف كبيره شويه. كبيره شويه صحيح. تحياتي ليك سيد جلال.